السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين القناة المحترمين، أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا، ويا رب تكونوا في أسعد حال. طبعا يعني في البداية زي ما عودنا جمهورنا كلنا بنصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبطلب من حضراتكم فضلا وليس أمرا حضراتكم تشرفوني باشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس، واللايك مهم جدا جدا. هتكلم النهاردة عن الحالة الصحية للفنان محمد منير. محمد منير تردد أخبار كبيرة جدا في الساعات الأخيرة بتدهور حالته الصحية، لكن هكشف لكم النهاردة المفاجأة الحقيقية في حالة الفنان محمد منير. هل هو فعلا تلقى فيروس كورونا كلقاح، أم أصيب بالفيروس، أم الأمر فعلا كما أشيع أن هو في حالة تدهور صحية كبيرة جدا؟ وده اللي هتكلم فيه مع حضراتكم النهاردة إن شاء الله بإذن الله في حلقتنا. طبعا طرم شريف نور تواصل مع الفنان محمد منير تليفونيا منذ لحظات قليلة، وأفاد شريف نور الملحن المحترم بأن لا وجود ولا أساس للإشاعات اللي ظهرت في خلال الساعات الأخيرة بتدهور حالة صحية للفنان محمد منير في بعد تلقيه لقاح فيروس كورونا. هو ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه، ان الناس للاسف ما خدتش، ناس كتير ما خدتش، وناس كتير جدا بتشكك في اللقاح بدون حتى ما تتاكد من المواضيع ماشيه ازاي. انا واحد من الناس اخدت اللقاح، وبقول للناس كلها اللي ما خدش اللقاح وعاوز ياخد اللقاح يتفضل امن، مفيش اي مشكله، انا اخدت انا واهل بيتي، مفيش اي مشكله خالص في هذا اللقاح. فبطلب من حضراتكم اي حد يسجل. فنان محمد منير يمكن كان ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات السابقة في تجهيزه لأغنية الباقي من أصحابي، هي دي الأغنية اللي بيتم طرحها، تصدت ترندات اليوتيوب، كانت وصلت أكتر من 200,000 مشاهدة. فطبعا الفنان محمد منير مش محتاجين احنا نتكلم عنه، لكن الفنان محمد منير طبعا من الناس المحبوبة جدا على مستوى مصر وعلى مستوى الوطن العربي، لأنه بيجسد حالة فريدة من نوعها. الفنان محمد منير بيجسد المصريين، بيجسد أهل من التراث المصري اللي بيعبر عن حاجات كتير جدا في مصر. فطبعا احنا بندعو للفنان محمد منير بالتماثل في فترة تلقي لقاح كورونا بالشفاء ان شاء الله باذن الله. لكن كما ما اشيع عن حاله الفنان وتدهور حاله الفنان محمد منير هذا كذب، وكلام كتير جدا بيطلع وناس كتير جدا بتتكلم، فانا حبيت ان انا اطلع مع حضراتكم لتوضيح هذا الامر. الفنان محمد منير يتمتع بالصحه ويتمتع بكل خير، وراح فيروس كورونا مش ناس زي ما اتقال ان هو اللي اثر او حصل معاه المشكله بسبب هذا اللقاح، والراجل طلع ونفى الكلام ده، وكان في المداخله زي ما قلت لحضراتكم مع الملحن شريف نور. طبعا في النهايه انا بشكر حضراتكم جدا موجود معايا لحد نهايه الفيديو، اتمنى تنورني باشتراك في القناه وتفعل زر الجرس واللايك المهم جدا جدا. اشوفكم على خير ان شاء الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.